أكمل كلامه يقول: ذكر ملك التتر خراسان. قال: ثم ساروا إلى نيسابور فحصروها 5 أيام، وبها جمع صالح من العسكر الإسلامي، فلم يكن لهم بالتتر قوة، فملكوا المدينة وأخرجوا أهلها إلى الصحراء فقتلوهم وسبوا حريمهم وعاقبوا من اتهموه بالمال كما فعلوا بمروة أو بمرو، وأقاموا 15 يوما يخربون ويفتشون المنازل عن الأموال. وكانوا لما قتلوا أهل مرو قيل لهم إن قتلاهم سلم منهم كثير ونجوا إلى بلاد الإسلام، فأمروا بأهل نيسابور أن تقطع رؤوسهم لئلا يسلم من القتل أحد. فلما فرغوا من ذلك سيروا طائفة منهم إلى طوس ففعلوا بها كذلك أيضا، وخربوها وخربوا المشهد الذي فيه علي بن موسى الرضا والرشيد حتى جعلوا الجميع خرابا. تعليق: إذا كانت مشاهد أهل بيت النبوة عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام عامرة وزاهرة في ظل الحكام والسلاطين المسلمين، وكان تهديم وتخريب مشهد الإمام الرضا عليه السلام شاهدا على بربرية التتار وسلفيتهم وسفالتهم واتباعهم منهج تيمية ومنهج ابن تيمية في التكفير والإرهاب وتهديم القبور، فكيف إذا نتصور عمالة ابن العلقمي لهم، أي للمغول للتتار، ضد الخليفة بدوافع طائفية، وهو يعلم أن النتيجة ستكون في تهديم مشاهد أهل بيت النبوة عليهم السلام في بغداد كما حصل سابقا في تهديم مشهد الإمام رضا عليه السلام. عجائب وغرائب مدلسة مارقة الفكر والأخلاق.